اولا ابدا بالاسف الشديد لاطفال قناتكم في السودان مكتبه اللي هي سكاي نيوز، واذا كان اغلبه سكاي نيوز فالسماء مليء باقماره بسبل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثه التي لا يؤمنون بها، فبنقدر نوصل المعلومه، حينزعجوا من ذلك. الملاحظ في الحديث وبعد ابتدي بانه قال الحكومه بتحدث المعلومات، عندما سالته انت هل حققتم في عدد القتلى وهل قال لك الحكومه تملك ان كانت الحكومه تملك اي حقائق لكانت بهدوء شديد وان كانت عندها ذمه وامانه تنحت عن السلطه لانها كانت تملك الحقيقه وهي تعلمها جيدا ان الشعب لا يريدها ان تبقى ولا يوم ومنذ سنوات مضت، فهم يبدو انهم ما جاب يعلموا الحقيقه او يتعاموا عنها. بالنسبه للوفيات وما يحدث وان المعارضه تنقل خبر، ده موجود يا سيدي العزيز في موثق بالصور والناس ميته والدم جنبها في المستشفيات، وامبارح حضر اجلته مقابله مع احد الاطباء ومع نقيب الاطباء الشرعي، وروا تماما الاصابات كانت كيف وكم. في الفيسبوك موجوده الصور، والله لو ممكن تدوني العنوان بتاعكم او الايميل انا ارسل لكم الصور دي الموثقه الحديثه، والناس ميته، الناس اموات يعني ملطخين بدماء على الارض الى ان اسعفوا المستشفيات باصوات الناس اللي كانت بتنادي بضروره اسعافهم. ماتوا استشهدوا ثلاثه اولاد جامعيين في بحري في التنبات على وجه التحديد، وبين عشان الناس يقولوا انه غرت مجموعه الناس غرروا انه يعني يدفنوا او يصلى عليه الجنازه في ميدان عام، حتى اكرام الميت الناظر وصل الى حد من الجبن والخوف وعدم الانسانيه، حتى الصلاه على الجنازه منعوها وارحبوا المواطنين واضطروهم للرجوع وحمل الجنازه ومشوا يصلوا على الناس في المقابر. القطب المهدي السيد قطب المهدي كان بيتحدث معاك بعشوائيه، تخيل ليه اي مستمع ممكن من طريقه كلامه وتردده وتلعزمه بيعرف مدى الكذب والاضطراب اللي هو موجود فوقه وكل جميع اعضاء حكومته. قال ليك انت لو تذكر قال ليك امشي وتاكد عندكم مكتب في الخرطوم، تاكد منه في الوقت اللي فيه انتم مكتبكم ممكن. اين هي المعلومات التي يملكونها؟ هم ما بيملكوا معلومات، هم كل اللي عليه نفسه الحمايه. طيب سؤال يعني هناك يعني الحكومه تقول بانهم يعني يقومون بحمايه الممتلكات العامه، وان موضوع اطلاق النار جاء في اطار الحمايه للممتلكات العامه بعد عمليات التخريب. من خلال مشاهداتك، هل رد الفعل الحكومي كان جاء متناسقا مع هذه الافعال او اعمال الشغب التي حدثت خلال التظاهرات؟ اول حاجه هو تحدث عن انه هم بيصبحوا بالمظاهرات السلميه، وهذا كذب، كذب واضح وموثق. انهم يستعملوا العنف بعد احراق المنشات. طيب فلنقول نفترض انه تم احراق منشات ولا عامه ولا حكومه ولا غيرها، هل يبرر ذلك ان يقتل من حرق او من ضرب بحجر ولا غيره يكون عقوبته هي القتل بالرصاص حيث الراس او الصدر او الرقبه؟ هل هي دي العداله؟ ما يسوقوه يفتحوا له بلاغ ويحققوا معاه ويتاكدوا انه دوله، لكن هم لانه عارفين الاحرق والضرب وخربوا هم ناسهم. السيد غبي البهدي بيتحدث عن انه التعامل مع المتظاهرين بعد ما يقوم بالتخريب. يعني كيف يعني افرض زي ما قلت انا يتعامل خرب ضرب بحجر، دي معناته انت تقتل؟ هذا الكلام كذب. انا الليله شاهدت بيوم عيني وكنت موجوده في شارع الستين لانه قريب من بيتي. مشيت وشفت شاهدت القسوة المفرطة المبالغ فيها، ما شفتها ولا حتى بيستعملوها الإسرائيليين ضد الفلسطينيين. طب يعني لو سمحت فقط حتى نقف على نقطة، هل الخرطوم اليوم كما قالت سيد قطب كانت هادئة العاصمة اليوم والأمس؟ كان يسود الهدوء فيها؟ أجيبك، كنت أنا حأعرضلك للموضوع ده. امبارح أنا سمعت كلامه في قناتكم الكريمة، قالوا على انه هم اليوم ده بسيطه وبكره حتكون ما في. لا، امبارح بسيطه لليوم ده ما في. اليوم من اعنف الايام اللي مرقت فيها مظاهرات في جميع مدن العاصمه واحياء والاطراف، وانا شاهدت واحده منها بيوم عيني هنا في شارع الستين.
واصبحت من اصبحت الدنيا الناس مرقت في المظاهرات خاصه بعد صلاه الجمعه. هذا حديث كذب، ولو اردت ارسال الصور لانه قفلوا قناتكم نحن ممكن نرسلها. طيب سؤال اخير هو باختصار، بالامس لو سمحت، بالامس كانت هناك محاوله للقاء لاحزاب المعارضه منعتها الحكومه او كما قيل لنا في بيت الازهري، هل احزاب المعارضه ما زالت متفقه على الاجتماع واخذ موقف موحد مما يحدث؟ هو الاجماع الوطني على قلب رجل واحد متحده وموحده، وهذا الامر وحد اكثر واكثر، حتى مجرد خلاف حول ماذا يفعل ما لم يعد بيناته، يعني احيانا ممكن تختلف الاراء في اشياء مختلفه، لكن في هذا الامر متفقين تماما. وهم لما دعوا للاجتماع في منزل الزعيم العسكري كرم بالاستغلال ورمز، يعني ما كان، لكن هم عندهم الامكانيه لعقدها وعقدوها في منازل، والشعب السوداني المستعد يفتح لهم بيوت لعقد الاجتماعات. طيب سؤال عفوا، يعني كان سؤالا اخيرا، لكن اسمح لي سؤال اخير في جمله واحده، يعني الحكومه تقول بان القرارات الاقتصاديه تم الاتفاق معها حتى مع المعارضه، هل اخذ راي المعارضه في هذه القرارات بجمله واحده فقط لو سمحت؟ هذا الامر كنت بوضح، لم تؤخذ راي تحديدا على وجه التحديد، الحزب الشيوعي السوداني لم يتفاوض ولم يقابل واعتذر عن مقابله وفد الحكومه فيما يختص بموضوع رفع الاسعار وهذا الغلاء، واعتذرنا لهم وتاسفنا ولم نقابلهم، واحزاب اخرى لم تقابل، حتى الاحزاب اللي قابلتهم تحدثت وعتم على انه خطوره هذا الامر، هذا كذب كما درجه، وعودنا هذا النظام يكذبون كما يتنفسون الهواء. إذن شكرا جزيلا من الخرطوم، كان معنا عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني نعمات مالك. شكرا.